لقاء مشوق، هذا مؤكد. تابعونا على الوطنية الأولى، نهائي من طراز رفيع هنا بقبة المنزة، قصر الرياضة بالمنزة العاصمة. الياس القرموصلي ارسال ثاني على التوالي، صعب حمزة نجا يلقى صعوبات على مستوى الاستقبال ويسدد، يسجل حمزة نجا النقطة الثالثة. 4-3 مع مطلع هذا النهائي، نهائي كأس تونس الكرة الطائرة. الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي عودة للمواجهات في نهائي الأميرة، النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي يتقابلوا في 5 مواجهات، فاز الترجي الرياضي في 4 لقاءات، 97-3-2، 99-3-2، سنة 2003-0 وسنة 2007-3-1، فيما فاز النجم الرياضي الساحلي في لقاء واحد سنة 1998، 3 أشواط مقابل شوط في مواجهات البطولة خلال هذا الموسم. عرفت مرحلة الذهاب تفوق الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أشواط مقابل صفر في سوسة، وانهزم الترجي الرياضي في قاعة الزواوي 3 أشواط مقابل شوط، وجمع نهائي ما بين الفريقين وإلى الفوز ذهابا وإيابا لفريق جوهرة الساحل بثلاثة. وهذا الصد الممتاز لشكري الجويني امام حمزه نجا، اختيار هل يوفق فيه المدرب وليد كمون باعتماد شكري الجويني منذ البدايه مكان مروان الفاري، هذا هو السؤال على ابرز. والقارسي وفي لتقاليده امام طولة قامة اسكندر بنتارا وهشام الكعبي على مستوى جدار السد، والستة 4 بدايه واعده لنهايه اكثر من واعد لمباراه شدت الأنظار مع نهائي البطولة الوطنية، وأيضا في دور نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة واللي مر خلالها فريق الترجي الرياضي التونسي إلى السرعة القصوى. عملية بايب والياس القرموصلي خارج الميدان، عملية البايب الثالثة منذ انطلاق المباراة، زوز عن طريق بن علي وكرة عن طريق الياس القرموصلي، والحوارات الثنائية هنا في قصر الرياضة بالمنزة سوف تكون محل ملاحظة، وسوف تكون سجال بين اللاعبين. وحمزة نجا في الإرسال، هشام الكعبي، الصد الممتاز من محمد علي بن علي، شكري جويني، شكري جويني وخالد بن شعبان يقول كرة خارج الميدان. تعطينا الصورة حقيقة الأمر، القرار الحكم صحيح، هذا هو الصد الثلاثي. كرة صعبة صراحة، كرة محل شك، ولكن بن شعبان الذي يدير النهائي الثالث والذي يخضع الذي يدير النهائي الثالث في مسيرته كحكم، نعم. بطبيعة الحال يقر النقطة للنجم الرياضي الساحلي وحمزة نجا، وأول أسبقية للنجم الرياضي الساحلي عن طريق الإرسال المباشر. نعم، الرابع، الإرسال الرابع حاليا على التوالي لهذا اللاعب حمزة نجا قبل الوقت المستقطع الفني الأول في هذا الشوط الأول. حمزة نجا يستعد لتنفيذ الصاروخ، ارسال ساحق لا يراوغ هذه المرة، غير ساحق، شكري جويني ممتاز الكرة، مروان مرابط رغم المحاولة لم يتمكن من ارجاع هذه النقطة، هي النقطة ترجية 7-7، نقطة تفصلنا على الوقت المستقطع كما ذكر الفني بطبيعة الحال في انتظار هشام الكعبي، في انتظار تنفيذ الارسال، هل سيكون ساحق موجه هو هشام الكعبي؟ هو ارسال ساحق، ارسال ممتاز، حتى البحري بن مسعود لقى صعوبة في ارجاع هذه الكرة، حمزة نجا ثم البحري بن مسعود ثم الياس قرموصلي، فمهدي بن الشيخ، فذكية جدا، ذكية جدا من شكري جويني. النقطة الثامنة، 8-7، نقطة فارق، والوقت المستقطع الفني الأول في هذا الشوط الأول من نهائي كأس تونس موسم 2013-2014. تحدثت عن خالد بن شعبان يا رفيق، هذا الحكم اللي يدير لقاء الحكم الأول بطبيعة الحال، نحكي شوية عن سجلاته، سجلات عريقة وممتازة دوليا لهذا الحكم الدولي بطبيعة الحال. 2011 الدور النهائي لبطولة العالم للأواسط بالبرازيل رجال، 2012 الدور العالمي في اليابان بين اليابان وكندا أيضا صنف الرجال، 2013 دار بطولة العالم بالبرازيل لأقل من 23 سنة شارك في بطولة العالم رجال، شارك بطبيعة الحال، وفي شهر ماي لهذه السنة 2014 الدخول التحول عفوا لألمانيا لإدارة مباراة في نطاق الدوري العالمي بين ألمانيا واليابان. خالد بن شعبان إلى جانب
هاني الكوكي، باعتبار هاني الكوكي بالنسبه لمن ما يعرفوش اول نهائي في مسيرته الرياضيه كحكم، ثاني في صنف الكبار، دار عديد النهائيات في الاصناف الشابه، ودار ايضا عديد النهائيات كمسجل نقاط على طاوله التحكيم، ولكن نعم. بالنسبه لي على الميدان هو اول نهائي في مسيرته. واضح بالنسبه للورد ليك الرابطه العالميه، فانه التحكيم التونسي سجل حضوره بزوز اسماء، توفيق بوديه اللي مش تحول الى بلجيكا ثم الى صربيا، وايضا لطفي بن يوسف اللي مش تحول الى استراليا. واضح. اذا لمحه وبصه وجيزه عن طاقم التحكيم في هذا الدور النهائي. صعب هذا الكوره على حمزه نجا وبن علي، محمد علي بن علي على الموزع مهدي بالشيخ، امامنا الاعاده، تمريره من مروان المرابط وناجحه، اختيار حل الخط، يضرب بقوه محمد بن علي، هذا النجم الساعد في سماء فريق النجم الرياضي الساحلي، 9-8 التسابق والتلاحق هو السمه الاولى لهذا الدور النهائي، معرفه الفريقين بكل جزئيه في الفريق المنافس، اكيد باش تخلينا نتابعوا حوارات ثنائيه على مستوى الشبكه، على مستوى الخط الخلفي، على مستوى الهجومات، وايضا على مستوى الصد ما بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف. عديد التواريخ اسكندر باش نعطيوها فيما بعد فيما يخص الدور النهائي بالنسبه للملاحظين، بالنسبه للشقانه اللي يتفرجوا فينا خارج الحدود التونسيه على هذا النهائي الكاس، ولكن نرجعوا للمباراه. شكر الشويني في التنفيذ، تلمس الكره تقريبا مروان الكارسي او شاكر غزال بطبيعه الحال، والنقطه رقم 10، زوز نقاط فارق 10-8 اسبقيه للترجي الرياضي التونسي، كره ممتازه كانت من شكر جويني، هذا شكر جويني بطبيعه الحال، والارسال من نفس اللاعب، شكر جويني مع اثنين للترجي امام النجم، شكر جويني الى محمد علي بن علي، لياس قرموصلي ما يهدرش الفرصه، ولكن متفط اللاعب النجم، ثم اسكندر بنتارا، اسكندر بنتارا مخطئ، اسكندر بنتارا يهدي النقطه الى النجم الرياضي الساحلي، كره ما تمرش بالمره، النقطه التاسعه للنجم الرياضي الساحلي، مروان الكارسي يستعد، هذه عاد الكره الاخيره، وهذا مروان الكارسي بطبيعه الحال، يستعد لتنفيذ الارسال، ارسال ساحق، ارسال ممتاز، لاعب قوي الى شكير، الى مالك شكير او صديم الهميسي عفوا، ليبيرو الترجي الرياضي التونسي، ونقطه للترجي، النقطه رقم 11 مقابل 9، زوز نقاط فارق، واضح الان اسكندر بنتارا يستعد لتنفيذ الارسال، ارسال موجه لهذا اللاعب، ارسال موجه الى البحري بن مسعود، شو ما شاكر غزال، ثم شاكر غزال صاحب الخبره، لاعب الخبره، كرته ماهيش قويه، ماهيش ساحقه، ولكن يعرف وين يحط الكره، شوفوا شاكر يعرف وين يحط كورته، يبتعد عن السط ويسجل نقطه للنجم، الا واحد للنجم مع ارسال لمحمد علي بن علي، محمد علي بن علي يستعد يسدد بن علي، ارسل ساحق ولكنه خاطئ في الشباك، زوز نقاط فارق 12-10 للترجي. واضح، زوز نقاط فارق للترجي الرياضي التونسي مع انطلاق هذا الشوط الاول بالنسبه لنهائي الاميره، نهائي كاس هذا الموسم جماعه بين زوز فرق قدموا نهاية موسم ممتاز، وهذه كرة خارج الميدان من مروان الكارسي، وأول فارق ياخذ فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثة نقاط مع انطلاق هذه المباراة، كيف سيتعامل النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى الكارسي، والسد حاضر بليل بن حسين اليسل قرموس لدراسة وقراءة لهذا اللاعب المتألق لياخذ نهاية موسم ممتازة من خلال دعم حظوظ فريقه النجم الرياضي الساحلي بالفوز بالبطولة الوطنية، واستعاد كامل لياقته البدنية مع وصول فريقه إلى الدور نصف النهائي أمام النادي الرياضي الصفاقسي، ثم أكد قيمته كلاعب موازي للموزع في المنتخب وكلاعب أساسي في النهائي أمام الترجي الرياضي التونسي، أسعد أنصار النجم بالحصول على البطولة الوطنية الذين يريدون التأكيد منه خلال هذا الدور النهائي. الترجي الرياضي التونسي يعمل على الفوز بثالث الألقاب خلال مسيرته خلال هذا الموسم، بطولة عربية، بطولة إفريقية، الدور النهائي قبل ما يمر إلى المشاركة في بطولة العالم، انطلاقا من 5 ماي بالبرازيل، الترجي الرياضي التونسي سوف يكون الفريق الرابع، سوف يكون الفريق الثالث بالنسبة للأندية التونسية بعد النادي الرياضي الصفاقسي 89، النادي الإفريقي 91-92، ثم عودة النادي الرياضي الصفاقسي سنة 2013، الترجي الرياضي التونسي سوف يكون الضلع الثالث للمثلث لفرق
تونس في هذه المشاركه. اسكندر مشاركه باش نحكيوا عليها فيما بعد، مشاركه طيبه بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي في قادم الايام. نعم، الترجي كما قلت من اجل اللقب الثالث هذا الموسم، والنجم من اجل الثنائيه بعد البطوله، النجم بطبيعه الحال بطل الموسم بعد فوزه في النهائي على الترجي ذهابا وايابا في سوسه وفي الزواوي، واذا يشمل كعبي والنقطه 15 اربع نقاط فارق، 15 11 نقطة تفصل الترجي عن الوقت المستقطع الفني الثاني في هذا الشوط الأول من نهائي الكأس. هذه عاد الكرة الأخيرة، كرة هشام الكعبي، محمد علي بن علي ما يلتحش بالكرة الأخيرة، هذا الياس القرموسلي، شقيق حسني القرموسلي، شقيق أحمد القرموسلي، ثلاثي كرة طائرة، ثلاثي رهيب في الكرة الطائرة التونسية، مروان المرابط، مروان الجارسي إلى الياس القرموسلي، مخطئة من هذا اللاعب على مستوى الاستقبال والدفاع، ونقطة للنجم الرياضي الساحلي. قلت ثلاثي كرة طائرة تونسية بين الصفاقسي، بين الترجي، بين النادي الرياضي لحمل الأنف، وفرق أخرى بين الياس القرموسلي، حسني القرموسلي، وأحمد القرموسلي، وسعيدية أيضا بطبيعة الحال، وهذا هشام الكعبي يأكد الفارق ويرجع الفارق لمستوى أربع نقاط، 16 12 دائما للترجي مع وقت مستقطع فني ثاني في هذا الشوط الأول من النهائي بين العملاقين. سابقة بالنسبة للجامعة التونسية للكرة الطائرة 24 جوان 1957 بقصر المعرض، النجم الرياضي بحلق الواد أمام الاتحاد الرياضي التونسي ثلاثة أشواط مقابل 0، 15 11 15 7 15 11. التشكيلة الفائزة نذكرها للتاريخ، سيتروك، رشيد باي، جيجوس، كوهان، فرحات منصف، شادي الفيز، علي دجعايد، حبيب بن عز الدين. وأول نهائي تونسي، أول نهائي فارق، أول نهائي عالمة بالنسبة للكرة الطائرة التونسية، 2 مايو 1964 في قصر المعرض أيضا بين الترجي الرياضي مستقبل مرسى، ثلاثة أشواط مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي، 15-6 15-9 15-7 الترجي الرياضي التونسي مثل الأب الروحي للكرة الطائرة بصفة الكابتن والقائد سيد حسين بن خوجة، جلاتي، سانشو، علوش، حديد، مملوك، قايد السبسي ومستقبل المرسى، تبوربي، شمس الدين، جميل، بن يوسف، درويش، العبيدي، بورناز، بن احمد التركي، والمدرب النصر باي. من 57 الى 64 الفرق التي فازت بهذه المسابقه نجم حلق الواد، الاليونس، والنادي البحري التونسي، كان هذه الفرق تضم عديد الجاليات المالتيه والايطاليه وايضا اليهوديه. وبطبيعه الحال سنه 64 كان نهائي تونسي خالص ما بين مستقبل مرسى والترجي الرياضي، وهو اعطى الانطلاقه تقريبا الرسميه لهذه المسابقه. اذا 16 13 في هذه الشوط الاول، النجم الرياضي الساحلي من اجل العوده في النتيجه، والترجي الرياضي التونسي بهذا الصد، بهذا الصد الحائط المتين، واللي شكروا شكر الجويني واسكندر بنترا من اجل التاكيد على انه عاثره البطوله ما هي الا كبد جواد في نهايه المطاف. والترجي الرياضي التونسي يمر الى الارسال عن طريق لاعبه الموازي للموزع لاستعاد امكانياته خلال هذا الموسم، هشام الكعبي، ارسال خاطئ، هشام الكعبي ارسال خاطئ، المجازفه مطلوبه من ابناء فؤاد كمون، ولكن اسكندر ضروره التدقيق وضروره الدقه، كل كرة بثمنها، كل كرة غالية في نهائي الأميرة. هذا شيء مؤكد مع أرسال لأحمد القاضي، هو أحمد القاضي أرسال موجه، شكر جويني في الاستقبال، التوزيع كالعادة مع ابن الشيخ وهشام الكعبي ينجح في تحويل التسديدة إلى نقطة مع أربع نقاط، مع أربعة للترجي التونسي، 18 مقابل 14، هاو الخطأ، هناك لمس شبكة من شاكر غزال أو محمد علي بن علي، على كل هو لاعب النجم الرياضي الساحلي، شكري الجويني يستعد يصعد ويسدد، قوية جدا على محمد علي بن علي، شاكر غزال يوزع ومحمد بن علي، محمد علي بن علي يخف الأضرار، مهدي بن الشيخ، التوزيعة للكعبي داخل الميدان، نقطة 19، خمسة نقاط فارق، 19 للترجي، 14 للنجم، شوفوا الصعود، هاب شاهدوا الإعادة، التوزيع ذكية من مهدي بن الشيخ إلى المركز اثنين، إلى هشام الكعبي، والنقطة ووقت مستقطع من جانب هاري بروكينج،
هاري بروكينج مع 5 نقاط فارق يلقى نفسه مضطر الى طلب وقت مستقطع. بطبيعه الحال اسكندر الامور ماهيش ماشيه في فريق النجم الرياضي الساحلي على عديد الوجهات. نعم. الارسال ماهوش قائم بدوره كما يلزم بطبيعه الحال. الترجي الرياضي التونسي استفاد من هزيمته في البطوله الوطنيه، عقد الارسالات ووجهها بالصفه المطلوبه في ليزانترفال ما بين اللاعبي الاستقبال اللي هما الثلاثي محمد علي بن علي وحمزه نجا والبحري بن مسعود. الصد ايضا بالنسبه لفريق النجم الرياضي الساحلي تقريبا ولا كره رجعها كما يلزم سجل بها نقطه مباشره في المقابله. الترجي الرياضي التونسي مركز اكثر فاعل اكثر، كيف سيقدر النجم الرياضي الساحلي على تخطي الصعاب وهو المنهزم بفارق 5 نقاط امام الترجي الرياضي التونسي؟ هذا ما سنعرفه في هذه اللحظه مع ارسال شكري الجويني البحري بن مسعود شكر غزال الى الجارسي والصد حاضر عن طريق بنتارا والياس الياسر قراموسلي يضرب بقوه والنقطه 20 النقطه 20 الكرة الأولى هي المعضلة الأولى بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي رغم محاولة بحري بن مسعود. بطبيعة الحال كرة ماهيش واصلة لمنطقة 3 أمتار وهذا ما خلى شاكر غزال هو يقوم بعملية التوزيع، ومن المفروض أنه مروان المرابط هو الموزع وشكر جويني مرة أخرى في تنفيذ الإرسال. قلت المجازفة الترجي الرياضي التونسي الإرسال الثاني خارج الميدان بعد هشام الكعبي شكر جويني خارج الميدان 5 نقاط فارق للترجي الرياضي وتغيير دخول هيكل الجربي البلاي ميكر في فريق النجم الرياضي الساحلي مكان مروان المرابط، هل هو لتعديل اليات فريقه؟ هل هو لدخ بما جديده ام هو لمزيد تدعيم حائط الصد؟ ارسال خطا ما هي هذه الارسالات في هذه الفتره بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي وايضا الترجي الرياضي التونسي؟ خليني نقول المجازفه لكن ماهيش مقبوله نوعا ما بطبيعه الحال مع شوط اول. المجازفه هي مطلوبه في بعض الحالات رفيق، ولكن عندما تكون نسبه كبيره مقتاد لهنا يولي يحاول يشوف اقل اخف الاضرار اللاعب يولي يحاول يصعب شوي، مش لازم يكون ارسال ساحق ولكن بين المواجهه وبين ساحق. مروان الفاري يرجع الى صفوف الترجي بارسال الان خطا من محمد علي بن علي على مستوى الاستقبال ينقذ الموقف البحري بن مسعود ولكن الصد موجود. الخطا كان منذ البدايه على مستوى الاستقبال من محمد علي بن علي صعب المأمورية، ثم سعود بن علي يلقى امامه بلال بن حسين بمساندة مهدي بن الشيخ لتكون نقطة ترجية 22-15. صعب الأمور على النجم. إرسال للفهري محمد علي بن علي التركيز على هذا اللعب من مركز 4 على مستوى الاستقبال ونقطة للترجي من النجم. الحوار القرار من خالد بن شعبان هي نقطة ساحلية للنجم الرياضي الساحلي 22-16. يغادر الفهري من يدخل ويغادر بنتارة والدخول لبلال بن حسين. على كل واضح لبلال بن حسين 22-16 6 نقاط فارق ما في انتظار ارسال محمد علي بن علي ومسح ارضيه القاعه من جانب النجم الرياضي الساحلي يعود الى المكان هاني الكوري هاني الكوكي حتى ياذن للاعب الارسال. بالفعل محمد علي بن علي يستعد لتنفيذ ارسال موجه الى الياس قراموسلي مهدي بن الشيخ ثم بلال بن حسين ونقطه للترجي 23-16 7 نقاط فارق فقط 2 نقاط تفصل الترجي عن انهاء هذا الشوط الاول من لقاء نهائي كاس تونس الكره الطايره. 23 للترجي 16 للنجم. صعبه ماموريه النجم في هذا الشوط. بحري بن مسعود يواجه صعوبات على مستوى الاستقبال مهدي بن الشيخ وممتازه من شكري جويني كره الشوط النقطه رقم 24. شوفوا التوزيع قاعد يتالق مهدي بن الشيخ امام شكري جويني بدوره اللي يسدد بقوه ويسجل كره الشوط. هذا هو الشوط هذا هو المركز الهادي. خلينا مع كره الشوط هيكل الجربي حمزه نكا في الدفاع ياسر قراموسلي بدوره في تنفيذ الهجوم والصد الثلاثي حاضر الصد الثلاثي حاضر حمزه نكا هيكل الجربي وشكر غزالي تمكنوا باش يرجعوا هذه الكره اللي اختار انه يلعبها قطري اللاعب ياسر قراموسلي ولكن الصد كان حاضر. وشكر غزال في الكرة الشوط الثاني فريق الترجي الرياضي التونسي صدام الهميسي لبلال بن حسين وممتازة العملية التجانس والتناغم ما بين الترجي الرياضي بين الموزع مهدي بشيخ والمهاجم متوسط الشبكة بلال بن حسين والنقطة 25-17. أكيد أنه النجم متعدد الأخطاء كثير الأخطاء في هذه الفترة ضروري أنه يراجع آلياته على جل الوجهات. والترجي الرياضي ممتاز مركز
قائم بدوره كما يجب الاستقبال وصل بالكافية اللازمة بالكافية الطيبة للموزع مهدي بالشيخ اللي قاعد يوزع في الكرة الثمينة في التوقيت السليم لمهاجميه في جل المراكز 2 و3 و4 و6. أيضا شفنا حتى عملية البايب بطبيعة الحال ما هو إلا شوط أول. هل سيعادل الأوتار النجم الرياضي الساحلي أم أنه الترجي الرياضي التونسي سيوصل في ثباته؟ وذكرنا هذا بمردوده في بطولة إفريقيا للأندية البطلة واللي كان خلالها سيد البطولة فوزه على الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي في الدور نصف النهائي بثلاث أشواط مقابل صفر تقريبا، مقابلة بدون أخطاء. أيضا في الدور النهائي فاز على الأهلي المصري ثلاث أشواط مقابل صفر ومر إلى اللقب الرابع في تاريخه بالنسبه لبطوله افريقيا للانديه البطله. هذه البطوله اللي تخليه يشارك في بطوله العالم بعد ايام قليله بالبرازيل. هذا هو بالفعل رفيق، قلنا حوار شيق وطيب وممتاز بين ثنائي النجم الساحلي والترجي. قلت هذا الحوار الثالث على التوالي، حوار زوز حوارات في نهائي البطوله بطبيعه الحال في سوسه وفي زواوي، وهذا الحوار الثالث على التوالي هذه المره في مباراه وحيده في لا تقبل النطاق المحلي. نعم نطاق المحلي هنا في قبه المنزه من اجل الاميره. قلنا النجم من اجل الثنائيه من اجل الدوبلي في هذا الموسم، والترجي من اجل الثلاثيه بعد البطوله الافريقيه وبعد البطوله العربيه، هذا الى جانب التاهل الى المونديال، مونديال الأندية للكرة الطائرة بطبيعة الحال. فترة ما بين الشوطين مع أسبقية شوط لصفر للترجي الرياضي التونسي 25 مقابل 17، 8 نقاط فارق. أخطاء بالجملة من جانب النجم الرياضي الساحلي على مستوى الإرسال، على مستوى خاصة الاستقبال، استفاقة من جانب الترجي، هذا اللي لاحظناه في الشوط الأول. ما الجديد في الشوط الثاني بطبيعة الحال؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد لحظات مع إعلان الحكمان كل من خالد بن شعبان وهاني الكوكي على انطلاق الشوط الثاني. لحظات، هذا جانب من جماهير النجم الرياضي الساحلي يأدي من سوسة والبعض قاتل في العاصمة هنا بالقبة، وجانب ثاني من جانب الترجي الرياضي التونسي يأتي لمساندة فريقه النجم من جهة والترجي من جهة ثانية هنا في مواجهة من أجل لقب الأميرة. هذا هو جانب جمهور الترجي الرياضي التونسي. على كل، قلت من أجل لقب الأميرة هنا في قبة المنزه. لحظات وينطلق ثاني أشواط هذا النهائي بإرسال من جانب محمد علي بن علي من جانب النجم الرياضي الساحلي، وفي انتظار قلت انطلاق الشوط الثاني حتى الرومان موجودين في حباء الترجي الرياضي التونسي، لو أنه عدست الكاميرات يعني تنجم تصورنا الرومي الموجود من جانب احباء الترجي الرياضي التونسي. على كل، اولى نقاط هذا الشوط من جانب الترجي الرياضي التونسي ومهدي بن الشيخ مع ارسال اول في هذا الشوط الثاني. مروان المرابط ورائيل مروان الجارسي، ثم ترجع من صدام الهميسي وقويه جدا من ياس قرموسلي، مروان الى حمزه، حمزه نقى تصدم بالكعبي والكعبي كره اوت خارج الميدان، نقطه التعادل 1-1 في هذا الشوط الثاني. قلت 1-1 ونوصل الارسال من جانبنا. شو حمزه نكه ذكيه جدا، ما كانش قويه برشا ولكنه تعمد ضرب الكره في الكعبي اللي لمسته، وشكر جويني تلمس الكره وتمر خارج الميدان. شاكر غزال ارسال موجه، شكر جويني، مهدي بن الشيخ ذكيه جدا ولكن ذكاء يحذر ويغيب مع بلال بن حسين لهنا. سوء تقدير. سوء تقدير. نعم سوء تقدير، ولكن كانت ذكيه من مهدي بن الشيخ، سوء تقدير من بلال بن حسين، على مع العلم انه رفيق بلال بن حسين يحبث مثل هذه الكرات وهذا اختصاصه تقريبا، وبنسبه كبيره سجل نقاط في مثل هذه الكرات. هذه نقطة ثانية للترجي الرياضي التونسي. نعم رفيق، بطبيعة الحال متوسط السد الأول خليني نقول في المنتخب الوطني وفي فريق الترجي الرياضي التونسي بالإضافة إلى أحمد القاضي قدم في إضافة كبيرة منذ حلوله هذا الموسم بفريق الترجي الرياضي التونسي، وبليل من القيمة الثابتة في سماء الخطة اللي يشغلها لاعب متوسط سد. أكيد مشواره ناجح مع النادي الرياضي الصفاقسي، انطلاقته كانت مع فتح حمام الغزاز كنادي أصلي، مر إلى الأولمبي الإقليمي فاز
تقريبا بالبطولة الثانية في رصيد الفريق النادي الأولمبي المغربي سنة 2003، ثم انتقل إلى فريق النادي الرياضي الصفاقسي وعرف الشهرة والأضواء تقريبا مع نادي العاصمة الجنوب. آخرها الموسم الفارط فاز برباعية بصفقة خالدة في ذكرها وخالدة في مسيرة نادي عاصمة الجنوب. نرجع للمباراة، الجارسي ورفع كرة ولكن مهدي بالشيخ حاضر ومحاولة المباغتة من اسكندر بنتارة. مرة أخرى الجارسي وفي المتابعة شكري جويني وهشام الكعبي يحاول وضع الكرة ولكن الكرة ترجع والجارسي وعملية جس نبض ما بين المهاجمين وشكري جويني وحال القوة في نهاية المطاف من مركز أربعة أمام حمزة نجا وأحمد القاضي، ونقطة إضافية لفريق الترجي الرياضي التونسي 4-3 في هذه الفترة. الشوط الثاني وعد مقارنة بالشوط الأول، وأكيد هذا هو المطلوب في مثل هذا النهائي في مسك الختام بالنسبة للكرة الطائرة التونسية. أقصر موسم تقريبا في الرياضات الجماعية، انطلق في 29 نوفمبر ينتهي يوم 1 ماي تقريبا لفسح المجال للفرق التونسية من أجل المشاركة في بطولة العالم والترجي الرياضي التونسي بالبرازيل والمنتخبات الوطنية وبالأحرى المنتخب الوطني للتحضير للرابطة العالمية اللي مشي تدور لتخوض الدورة الأولى في المكسيك ثم الدورة الثانية في تونس أيام 15 و16 و17 جوان هنا بقصر الرياضة بالمنزل بحضور كل من المكسيك وكوبا وتركيا. وبطبيعة الحال مساحة كبيرة من الجامعة التونسية لتوفير أفضل الظروف لمنتخبنا اللي مش يتحاول يوم 19 و20 باش يخوض زوز مباريات مع المنتخب الأرجنتيني بدوره يحذر لمواجهة المنتخب الفرنسي في إطار الرابطة العالمية. هذه معطيات عامة بالنسبة للمنتخب الوطني وأيضا بالنسبة للأندية التونسية. ونرجع للمباراة اسكندر 6-4، كيف شفتها البداية؟ بداية جس نبض من الجانبين رغم أنه فما شوط كامل يعني سبق هذا الشوط الثاني في نهائي كأس تونس، وهذا شكر جويني رغم محاولة جدار الصد من أحمد القاضي وأيضا مروان الكارسي. قلت الفارق للترجي هيمنة نسبية للترجي الرياضي التونسي الآن مع هذا الشوط الثاني 7-4-3 نقاط فارق، استغلال أخطاء طفيفة من جانب النجم مع نجاعة، وهذا إرسال من جانب هشام الكعبي، مروان المرابط ذكي لأحمد القاضي ولكن متفضل قرموسلي وأيضا الكعبي خارج الميدان، كرة أوت كرة الكعبي 7-5 إلا 2 للنجم، 7 للترجي 5 للنجم الرياضي الساحلي بعد خطأ من هشام الكعبي، تسديد الكرة خارج الميدان. أحمد القاضي يستعد الآن، يستعد لتنفيذ الإرسال الأول ليه، الإرسال الثاني ليه في هذا الشوط الثاني. أحمد القاضي إرسال خاطئ، حاول أنه يتعمد ضرب الكرة في الشباك ولكنه إرسال خاطئ. 3 نقاط فارق 8-5 النقطة الثامنة، يعني الوقت المستقطع الفني الأول مع هذا الشوط الثاني بطبيعة الحال 8-5 مع 3 للترجي التونسي بعد أسبقية في الشوط الأول 25-17. هذا الشوط الثاني 8 للترجي 5 للنجم، إرسال ضائع ولكن الإرسالات كما تحدثنا رفيق المجازفة مطلوبة، عندها وقت المجازفة وقت الفريق المنافس يأخذ عليك الفارق أو أنه مع بداية الشوط حبيت تأخذ الفارق جازف الإرسالات، ولكن عندما تكون نسبة الإرسالات خاطئة في الإرسالات المجازفة يعني تصبح زايدة يظن رفيق بطبيعة الحال باش نعم. تخليك تعطي نقاط هدية للفريق المنافس، ونعرفه في الكرة الطائرة أنه كل خطأ بنقطة، وبطبيعة الحال هذا ماهوش بالسرعة الفريق اللي جازف. صحيح ثم المعطيات من عند المدرب بخصوص توجيه الإرسالات في المكان المناسب على اللاعب المناسب على الرجل المناسب، باعتبار أنه كل لاعب يملك رجل قوية على مستوى الاستقبال ورجل ضعيفة، وثم اختيارات من المدربين في هذا الجانب، وأكيد أنه أحسن اللاعبين هو من يقوم بأقل أخطاء وهذا متعارف عليه في عالم الرياضة. شكري جويني في الإرسال المرابط إلى الجارسي، صد قوي مروان الجارسي يتجاوز الحائط الثلاثي المتكون من مهدي بالشيخ اسكندر بنتارة والياس القرموسلي، وهذا يظل الفارق إلا نقطة وبدوره يتولى تنفيذ الإرسال. شكري جويني إلى اسكندر بنتارة، متميز اسكندر اليوم نعم. من وسط الشبكة والنقطة التاسعة للترجي الرياضي التونسي خلال الشوط الأول، ومعه الفترة الثانية
بدايه الشوط الثاني النجم الرياضي الساحلي ذهنيا ماهوش حاذر كما يلزم. فما صعوبه على مستوى الاستقبال هاو نشوفوا. لا بطبيعه الحال مو انطلاق المباراه. نعم نعم شوفوا لهنا وليس قرموصلي ما يفوتش هذه الاخطاء، ما يسمحش يعني ليس قرموصلي ويسجل النقطه 4 نقاط فارق، النقطه العاشره للترجي. شوفوا لهنا ثم انذار ليس قرموصلي وانذار. ثم انذار من المدرب خالد بن شعبان. الحكم خالد بن شعبان. نعم عفوا من الحكم خالد بن شعبان الى بلال بن حسين. واكيد انه التحلي بهدوء الاعصاب اكثر من المطلوب في هذا النهائي، ما هو الا مسك الختام هذا شيء مفروض، وما هو الا العرس النهائي للكره الطائره التونسيه، وما حشناش بمثل هذه بالطبيعه. لا بالطبيعه هذا متفقين فيه، هذا خطا على مستوى الاستقبال من جانب ديما نذكر اخصائي الاستقبال هذا البحري بن مسعود من جانب النجم الرياضي الساحلي، هو اللي بيرو النجم، هو اللي مختص في استقبال الكرات القويه والارسالات على كل الى جانب مركز 4 بالطبيعه. 5 نقاط فارق 11-6 5 نقاط فارق. هذا اسكندر بنتارا ممكن كان يسجل يولي هاري بروكينج يطلب وقت مستقطع هذا اللي نصوره، ولكن شوفوا محمد علي بن علي رغم انه الكره كانت قويه جدا، هي بالفعل كرة ساحقة وقوية جدا من محمد علي بن علي، حاول الياس قرموصلي انه يخلط بالكرة ولكن ما يتمكنش بطبيعة الحال. 11-7 4 نقاط فارق. وشوف محمد علي بن علي كورته كانت ساحقة وقوية برشا، نفس اللاعب بن علي في تنفيذ الارسال، الياس قرموصلي الى مهدي بن الشيخ الى الياس، اصطدم بشاكر بغزال او مروان مرابط وتمر خارج الميدان مع 5 نقاط فارق، 12 للترجي 7 للنجم الرياضي الساحلي. هو الشوط الثاني، قفزة جميلة من محمد علي بن علي ولكنها غير ناجعة باعتبار وانه ما خلطتش بطبيعة الحال. مروان مرابط، مروان الجارسي المراوغة اللوب والياس القرموصلي، ترجع الكرة مروان الجارسي، مروان المرابط وحمزة نجا دائما مع اللوب، هذه المرة مع أرضية القاعة، نقطة للنجم الرياضي الساحلي من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من النجم الرياضي الساحلي، لوب أول خطأ، اللوب الثاني تصطدم بأرضية القاعة ومهدي بن الشيخ ما يلتحقش بهذه الكرة. 4 نقاط فارغ، 12 للترجي 12 للترجي 8 للنجم الساحلي، وإرسال لشاكر غزال. ارسال مع العميد شاكر غزال اكبر. مرابط وكره خارج الميدان تمنح للترجي الرياضي التونسي النقطه 13. وبطبيعه الحال شاكر غزال قلنا العميد في فريق النجم الرياضي الساحلي، 4 بطولات 3 كؤوس 5 مرات خذ النهائي. وهذا رسال مباشر من الياس القرموصلي، كاس العالم 99 2003 مع المنتخب، بطولة العالم 2002 2006. وفي الطرف المقابل مروان الفاري 5 كؤوس بالتمام والكمال، 2004 مع الاولمبي الاقليمي، 2007 2010 مع الترجي. سنة 94 وفي الأواسط 96 97 98 ب3 كؤوس 9 كؤوس في سجل هذا اللاعب، سجل زاخر للاعبين شكلوا النواة الرئيسية لجيل منتخب التسعينات بالإضافة إلى عديد اللاعبين على غرار نور الدين حفايظ، غازي كدارة، محمد البغدادي، رياض الهذيلي وطارق العونو. بطبيعة الحال ما زالت هذه البذرة صالحة للعطاء، ما زالت هذه البذرة صالحة لتقديم الإضافة. سمير السلامي، شاكر غزال، مروان الفاري، بطبيعة الحال من العناصر اللي قاعدة تقدم في مردود ممتاز بالرغم من اقترابها من عتبة العقد الرابع أو الأربعين عام. إذا الإرسال الخاطئ هنا من فريق الترجي الرياضي التونسي والمرابط في تنفيذ الإرسال على شكري جويني ورأي إلى هشام الكعبي، وممتاز هشام الكعبي تقريبا في 3 أمتار. وين الجارسي لا حول ولا قوة أمام هذه الكرة الصعبة، تقريبا كانت مركز كما يلزم. ونقطة إضافية للترجي الرياضي التونسي 15-9 في هذا الشوط الثاني. بلال بن حسين إلى البحري بن مسعود إلى مروان المرابط إلى مروان الجارسي، كرة خارج الميدان، كرة الجارسي أوت. مروان يلزم يدير كموره، يلزم يرجع للاستفاقه نتاعو اذا كان حب يرجع النجم الرياضي الساحلي في اللقاء. في المقابل نجاعه ممتازه واضحه من جانب الترجي التونسي، 7 نقاط فرق
16-9 في مباراة كرة الطائرة، فارق محترم رفيق مع النهائي ضد زوز مدارس في الكرة الطائرة، نجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. هذا وقت مستقطع فني ثاني مع الشوط الثاني، قلت نجاع أفضل للترجي الرياضي التونسي، مش أنا اللي يقول، الأرقام هي اللي تقول. فوز في الشوط الأول 7 نقاط فارق إلى حدود هذه اللحظة. في الشوط الثاني التدارك مطلوب من جانب النجم، وأيضا النجاعة والتواصل التواصل بطبيعة الحال ما بين زوز فرق، ولكن مطلوبة من الجانبين. قلت النجم الرياضي الساحلي مطالب بالتدارك، والترجي الرياضي التونسي مطالب بإكمال هذه النجاعة والمواصلة على هذا النحو. 16-9 7 نقاط، زوز أندية تونسية لا يهم من يفوز، المهم أن هناك فائز تونسي في كأس تونسية. هو بطل الموسم بعد أن فاز في النهائي ذهابا وإيابا ضد الترجي الرياضي التونسي، وللتذكير أيضا فإن الترجي الرياضي هنا في تونس في سوسة بالذات، وبعد فوزه أيضا بالبطولة العربية للأندية اللي نظمها بدور الترجي الرياضي التونسي في قاعة محمد الزواوي بالعاصمة. هاري بروكيك مدرب النجم الرياضي الساحلي يستعد لإقحام ثنائي الاستقبال مروان الشتيوي وزقرني لتدعيم هذا الخط. بطبيعة الحال خطاب الجملة على مستوى الاستقبال، خليني نقول عدم بروز للنجم الرياضي الساحلي على مستوى الهجوم، على مستوى قوة الضربة، باعتبار انه عنده 3 لاعبين موازين الموزع تقريبا يلعبوا في نفس التشكيلة اللي هما نجا والقرسي محمد بن علي، ما لقاوش آلياتهم، وهذا ما اضطر المدرب إلى انه باش يقوم بتغييرات، باش يقوم بتغييرات من أجل تفعيل آلية الاستقبال. نعم. وبطبيعة الحال هذه مفروضة على المدرب هاري بروكيك للتقدم أكثر بأداء بطل الموسم النجم الرياضي الساحلي، تقريبا خارج الموضوع تماما خلال هذا الشوط في هذا الشوط الثاني، ولكن أنت قلت كلمة نرجع بعد قليل ونزيد نفسر أكثر. رفيق هذا ممتازة من ياسر القرموصلي، ترجع من مروان المرابط قوية كانت من محمد علي بن علي، ويأتي التغيير بعد خطأ بن علي، سيغادر بن علي، نعم سيغادر محمد علي بن علي، ويدخل مروان الشتيوي في هذه اللحظات. أخطاء بالجملة، لاعب ما عودش النجم الرياضي الساحلي سابقا ولا جماهير النجم الرياضي الساحلي سابقا بهذا الأداء المتواضع نسبيا، الحقيقة تقال. مش هذا محمد علي بن علي، لازم يرجع في نهاره إذا كان حب يرجع فريقه في المباراة. هذا هشام الكعبي الممتاز، ينوع في الإرسالات، مرة موجه ومرة ساحق، هذه المرة موجه وكان الشتوي هو الساحق في هذه العملية، بنقطة للنجم الرياضي الساحلي هي النقطة رقم 19 مقابل 11. هذا هو الشتوي بالفعل، مروان الشتوي صاحب الكرة الأخيرة. أحمد القاضي يستعد لتنفيذ الإرسال، ابن المدرسة القليبية، ابن الأولمبي القليبي، أحمد القاضي لاعب النجم الساحلي. هشام الكعبي يصعد والقاضي يرجع الكرة. ماذا يقول الحكم؟ يقول تصطدم بأرضية القاعة، الصورة التي ستؤكد ذلك إن كانت لمست أرضية القاعة أم سبقها أحمد القاضي. على كل الصورة غير واضحة في هذه العملية، ولكن قرر الحكم في نهاية المطاف هو اللي يطبق بطبيعة الحال نقطة ترجية. 20-11 9 نقاط فارق. هشام الكعبي أو شكري جويني كرته خارج الميدان بإرسال خاطئ، لو تمكننا من الإعادة، لو عندنا الإعادة سيد السيدة خلينا نتأكدوا مثالش فقط باش نعرفوا إذا كان أحمد القاضي في محله الاحتجاج نتاعو، وأنه لمس الكرة قبل ما لمست أرضية القاعة أم لا. هذا خارج الميدان نقطة ترجية. إعادة لإعادة النقطة الأخيرة، ترجي الرياضي التونسي. هاي الإعادة تلمس الأرضية، تلمس الأرضية واضحة، تلمس الأرضية قبل ما تلمس، مشكورين زملاء، واضح جدا تلمس الأرضية قبل ما تمس أحمد القاضي. وهذا نقطة إضافية لفريق الترجي الرياضي التونسي. مروان الفهري وقع النقطة 22 للترجي الرياضي التونسي، 10 نقاط فارق أمام النجم الرياضي الساحلي. صعوبة الاستقبال هي المعضلة الأولى بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي في هذا النهائي. تغيير محمد علي بن علي، إقحام مروان الشتوي من أجل تدعيم هذا الجانب. وبطبيعة الحال ما زالت المباراة الشوط الثاني في نهايته 22
12. الترجي الرياضي التونسي تبصم 3 نقاط على الفوز بالشوط الثاني بعد فوزه بالشوط الاول بنتيجه 25-17. النجم الرياضي الساحلي على بعد 10 نقاط، من الضروري ان النجم الرياضي الساحلي على الاقل يورينا الوجه المضيء اللي اظهروا في نهائي البطوله، وكانوا لاعبين متميزين فعلا. هيكل الجربي الى شاكر غزال، والنقطه 13 بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. وهنا عوده الليبيرو صدام لهميسي الى صفوف استقبال الترجي الرياضي التونسي المتكون من الثلاثي الجويني القراموسلي وصدام وشتيوي في تنفيذ الارسال. مروان شتيوي ارسال خاطئ بدوره وكره ما تمرش، ونقطه اضافيه للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي على فكره اللي باش يستعد للدخول في بطوله العالم في المجموعه الثانيه اللي تضم كل من ترنتينو الايطالي لوبيسيان الارجنتيني الترجي الرياضي بطبيعه الحال والريان القطري، في حين ان المجموعه الاولى باش تضم السادة كروزر البرازيلي برغورد الروسي فارامينا الايراني وغوينابو البورتوريكي. برنامج الترجي الرياضي التونسي باش يكون في بطولة العالم يوم 5 مايو 2014 مواجهة الفريق العملاق الارجنتيني على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. يوم 6 مايو باش يواجه الريال القطري على الساعة 9 بتوقيت تونس، ولا اللقاء الأخير باش يكون يوم 8 مايو 2014 مع ترنتينو الإيطالي العملاق الذي وقع استدعاؤه إلى هذه النهائيات. نعود نذكروا بهم بعد قليل في فترة ما بين الشوطين، حتى اللي ما عندوش معلومة ياخذ معلومة بكل دقة بطبيعة الحال. والنقطة رقم 15 من جانب النجم الرياضي الساحلي ومحمد عياش في الإرسال الثاني على التوالي. هذه العملية الأخيرة تأتي بنقطة للنجم الرياضي الساحلي، قلت 23 مقابل 15. محمد عياش يلقى الياس قرموسي على المستوى الاستقبال، ثم هشام الكعبي قوية ممتازة داخل الميدان داخل مناطق النجم. نقطة 24 كرة الشوط للترجي الرياضي التونسي، 9 نقاط فارق إلى حد الآن، 24 مقابل 15. صعبة وصعبة جدا مأمورية النجم الترجي الآن بتسعة كرات شوط، هذه الأولى. النقطة 24 الياس قرموسلي، هل سينفذ الساحق قبل موجه؟ هو الساحق، هو الساحق ولكنه الفاشل باعتبار أنه خطأ، إرسال بطبيعة الحال خطأ من الياس قرموسلي، إرسال ساحق ولكنه فشل في تحويله إلى نقطة. 24 مقابل 16 إلى حدود هذه اللحظة، وإرسال فاشل أيضا من هيكل الجربي. والنقطة رقم 25 والترجي يفوز بهذا الشوط الثاني 25 مقابل 17، نفس نتيجة الشوط الأول 25-17 الشوط الأول، و 25-17 الشوط الثاني فوز الترجي في زوز أشواط الأولى. رفيق، نهاية مريحة لفريق الترجي الرياضي التونسي في نهاية الشوط الأول ونهاية الشوط الثاني، باعتبار أنه الفارق كبير وخلال زمام المبادرة منذ البداية عن طريق قوة هجومه اللي كان فعلا اليوم من وسط الشبكة عن طريق اسكندر بمتارة وذاري بالأطراف ليس القرموسلي وهشام الكعبي. التسلسل بالنسبة للنقاط خلال الشوط الثاني 7-5-11-6-16-19-20-12-25-17. وبطبيعة الحال الترجي الرياضي التونسي بهذه النتيجة يفصل شوط للفوز بالكأس، ولا النجم الرياضي الساحلي مطالب بالفوز بزوز أشواط من أجل المرور إلى شوط خامس للاحتكام إلى منطوق حكمه للفوز بالأميرة في نهاية المطاف. الرهان هو الأميرة، أين ستصطف في نهاية المطاف؟ هل تختار شاطئ بوجعفر أم أنها ستختار باب سويقة للاستياف في نهاية هذه المباراة؟ الترجي الرياضي التونسي نعاود نذكره باش يخوض يوم 5 مايو، باش يخوض يوم 5 مايو بطولة العالم للأندية لأول مرة في راسيدو من خلال مواجهة الفريق الأرجنتيني يوبيسيين. وعلى فكرة الفريق الأرجنتيني فريق كبير تقريبا وفريق قوي، وكان خاض الدور النهائي لبطولة أمريكا الجنوبية وانهزم أمام سادا كرويزو البرازيلي بثلاثة مقابل اثنين. وبطبيعة الحال باش تكون مباراة صراحة صعبة على الترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله ينورنا في أول مشاركة ليه
في البطولة العالمية. اليوم الثاني باش تكون مواجهة عربية مع الريال القطري اللي تم استدعاءه عن طريق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة للمشاركة في هذا المحفل الدولي بطولة العالم للأندية. واليوم الثالث باش تكون مواجهة من فريق ترنتينو الإيطالي، هذا العملاق الإيطالي اللي فاز بالبطولة العالم 4 مرات متتالية، وتم أيضا استدعاءه عن طريق البطاقة المتوحشة كما يتم تسميتها في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. إذا المكان قاعة ميرينهو تتسع ل 20,000 متفرج بالبرازيل، وأكيد أنه ترجي الرياضي التونسي من أجل أول مشاركة باش تكون طيبة على غرار مشاركة النادي الرياضي الصفاقسي في الموسم الفارط واللي أكد خلاله قيمة الكرة الطائرة التونسية وعودتها تدريجية إلى المدار الحقيقي لها. انطلاق الشوط الثالث، هاري بروكيغ منذ البداية يعتمد هيكل الجربي كموزع أساسي، وأيضا مروان الشتيوي في الاستقبال مكان محمد علي بن علي ومحمد عياش، وهذه التغييرات ربما باش تلعب صفة جيدة لفريق درجة الرياضي التونسي. عملية البايب من شكري جويني، ممتاز البايب من شكري جويني، التعديل نقطة لنقطة. من المفروض انه باش يكون الشوط واعد جدا، الترجي الرياضي لحسم الامور والنجم الرياضي الساحلي للفوز بهذا الشوط والمرور الى الشوط الرابع، واكيد انه باش نعيشوا شوط افضل من الاشواط السابقه على الاقل. ياسر قراموسلي ممتاز الاستقبال من الشتي ورايه الى الجارسي، الى الجارسي شكري جويني محاصر على ياسر قراموسلي، عفوا على مروان الجارسي. مروان الجارسي اليوم ليس هو مروان الجارسي المعتاد، نتمنى انه مع مرور الوقت يستعيد امكانياته لصالح الفرج. ياسر قراموسلي زقرني في الاستقبال الى حمزه نجا، الصد عن طريق بلال بن حسين وهشام الكعبي، والنقطه الثالثه للترجي الرياضي التونسي، النقطه الثالثه للترجي الرياضي التونسي. اي حلول مفروض على الموزع هيكل الشربي في هذه الآونة، أي حلول من المفروض أن يعتمدها لتفكيك حائط الصد العالي للترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة، محاولة من شكري جويني ولكن الكرة خاطئة، والنقطة الثانية لفريق النجم الرياضي الساحلي، 3 نقاط مقابل نقطتين مع انطلاق هذا الشوط الثالث. هيكل الشربي في الإرسال وصعوبة على مستوى الاستقبال وأرومتر. إعادة، يقول خالد بن شعبان الارسال يعاد من جانب النجم الرياضي الساحلي، تبقى النتيجه على حالها، اسبقيه ترجيه ب3 نقاط مقابل 2 للنجم الرياضي الساحلي وزوز نقاط للنجم و3 للترجي بطبيعه، واعاده الارسال من جانب هيكل الجربي. الاستقبال شكري جويني، مهدي بن الشيخ الى هشام الكعبي، رغم صعوبه التوزيع ورغم صعوبه التسديد الا انه هشام الكعبي يتالق في هذه المحاوله. هي النقطه الرابعه، زوز نقاط فارق، 4 للترجي، زوز نقاط للنجم الرياضي الساحلي. ثم هذه عادة الكرة الأخيرة بطبيعة الحال، وبلال بن حسين في تنفيذ الإرسال، صعوبة من ليبيرو النجم الرياضي الساحلي، صعوبة على مستوى الاستقبال من ليبيرو النجم بطبيعة الحال، مع إرسال مباشر من بلال بن حسين. هذا هو بلال بن حسين، مروان الشتاوي، التوزيع من هيكل الجربي وحمزة ناكا، فما صعوبات بالجملة. نجاعة من جانب جدار صد الترجي الرياضي التونسي، نجاعة من جانب اسكندر بنتارا وشكري جويني، أمام محاولات فاشلة من جانب حمزة نجا، توزيعة ممتازة كانت من هيكل الجربي ولكن تسديدة كانت غير ناجعة بالنسبة لحمزة نجا. مروان الجارسي قاعد يلقى في صعوبات بالجملة فريق النجم الرياضي الساحلي، هذا اللي باش يخلي المدرب هاري بروكينج يطلب وقت مستقطع أو ينتظر بطبيعة الحال كرة أو ينتظر الوقت المستقطع الفني. خطأ من شكري جويني رغم المحاولة رفقة اسكندر بنتارا على مستوى جدار الصد، ولكن الكرة أوت، هي نقطة للنجم الرياضي الساحلي، وهذا إرسال لحمزة نجا، 6-3 نقاط فارق. إرسال قلت لحمزة نجا.
ارسال ساحق، ارسال ممتاز واستماته من ياسر قرموسلي، هذا هشام الكعبي وخطا هناك لمس شبكه. كره للترجي التونسي، نقطه للترجي التونسي، النقطه السابعه والاحتجاج من هيكل جربي من النجم الرياضي الساحلي خالد بن شعبان ينبه يقول ما غير نقاش، النقاش الثاني يعني انذار. هذا الصعود هل هناك لمس شبكه ام لا؟ هل هناك لمس شبكه ام لا؟ شوفوا الاعاده، شوفوا الكره بصراحه من هذه الزاويه ما نجموش نعطيه حكم قاطع، فماش لمس ما نجموش، ممكن ما فماش لمس. على كل قرار خالد بن شعبان هي نقطه للترجي الرياضي التونسي لتعود بارسال من جانب هشام الكعبي مع اربعه للترجي الرياضي التونسي 7-3. هشام يفضل الارسال الموجه، هيكل الجربي، احمد القاضي، حمزه نقه، ثم هيكل الجربي، احمد القاضي. المحاوله الثانيه تاتي بالجديد، الجديد هي النقطه الرابعه للنجم الرياضي الساحلي، ثلاث نقاط فارق 7-4. دائما الاسبقيه الترجي على مستوى الاشواط بجوز اشواط مقابل صفر، وعلى مستوى النقاط الى حدود هذه اللحظه بزايد ثلاث نقاط. احمد القاضي يستعد لتنفيذ الارسال، ارسال على شكر الجويني مهدي واسع محمد عياش ومروان الشتوي، ثنائي صد النجم الساحلي ينجح في ارجاع كره هشام الكعبي. 7-5، زوز نقاط فارق. احمد القاضي لارسال ثاني على التوالي او ثالث على التوالي من جانب النجم الرياضي الساحلي، من جانب نفس اللاعب دائما على شكر الجويني، نفس اللاعب يسدد واحمد القاضي موجود وايضا الشتوي، ولكن يلقى امامه اسكندر بنطارة. حمزه نقه ما زالت الكره، ما فماش اخطاء. صدام الهنيسي، مهدي بن الشيخ، ياس قرموسلي، ما زالت الكره بتوزيعه من الجربي بتزداد من الشتوي بنقطه بالنجم الساحلي. 6 للنجم الساحلي، 7 للترجي، بعد ان كان الفارق الى مستوى 4 نقاط او 3 نقاط يصبح نقطه وحيده، نقطه فارق. 7 للترجي، 6 للنجم. رابع ارسالات احمد القاضي على التوالي، ارسال لاحمد القاضي، ارسال للنجم الساحلي، ارسال على الياس القرموسلي، مهدي بن الشيخ، شكر الجويني، نجاعه في جدار الصد، ولكن الحكم يقول الترجي، كره للترجي، يقول الكره تصطدم بمروان الجارسي ثم تمر خارج الميدان. النقطه الثامنه للترجي والوقت المستقطع الفني الاول او الاعاده. شكر الجويني سدد، تصطدم بالجارسي والصوره ما عناش ان كانت اوت او بون، ممكن لهنا، ممكن لهنا نشوفها، ممكن نعرف الكره اوت ولا بون. في شكر الجويني، مروان الجارسي والكره اوت. قرار الحكم، قرار الحكم خالد بن شعبان سليم، الكره اوت، نقطه للترجي الرياضي التونسي. والنقطه الثامنه 8-6، 8-6، اسبقيه دائما للترجي ووقت مستقطع فني اول في هذا الشوط الثالث. نعم الثالث. بطبيعة الحال نجم ذلل الفريق، أصبح على بعد زوز نقاط بعد التغييرات اللي قام بها المدرب هاري بروكينغ. في المرحلة الأولى أقحم هيكل الجربي، ثم مروان الشتيبي، ثم زقرني مكان الثلاثي المرابط وبن علي بطبيعة الحال بن مسعود، الشيء اللي خلى عملية الاستقبال تكون أفضل صراحة من الشوط الأول والشوط الثاني. بطبيعة الحال هذه الآلية خلت الموزع يعمل بكيفية أرتاح، وبطبيعة الحال يمكن زملائه من الكرات اللازمة في المراكز اللازمة. 8-6 والإرسال عن طريق شكري الجويني، الإرسالات القوية لهذا اللاعب، ولكن يختار حل توجيه الكرة إلى الشتيوي. الشتيوي يضرب بقوة من مهدي بالشيخ وترجع الكرة ويرفع الكرة إلى الياس القرموسلي، سهلة في آخر الملعب، كيف سيتعامل عملية البايب؟ وهناك تجاوز من حمزة نقا في هذه الآونة دخول في المنطقة، وبطبيعة الحال وضع الساق على الخط، وضع الساق على الخط، وبالرغم من أن الزاوية الأولى، الزاوية الأولى رفيق لو كان نعاودوا نشوفوها، الزاوية الأولى بعد قليل نعاودوا نرجعوا ونشوفوا إذا كان فما تجاوز الثلاثة أمتار أم لا. ثم لمس، ثم لمس من حمزة نقا، وبطبيعة الحال قرار الحكم خالد بن شعبان السليم، وهذا اللي يخلي الترجي الرياضي التونسي يستفيد من تلك النقطة. لهنا الإعادة بطبيعة الحال، ثم لمس، إذا ترجع الكرة
مهدي بالشيخ ومحاولة رفع كرة متفطن الشتيبي ممتاز، والقارسي والسد حاضر، السد حاضر من الياسر قراموسلي، واسكندر بن تارة في هذه الكرة، والنقطة العاشرة أمامنا الإعادة. هناك محاصر على مروان القارسي فرضها المدرب بفضل الثنائي بطبيعة الحال بلال بن حسين والياس القراموسلي. ترجع الكرة للنجم الساحلي المرابط مهدي بالشيخ، بلال بن حسين، ونقطة إضافية وتوسيع الفارق لأربع نقاط. فترات مد وفترات جزر في يدي النجم الرياضي، فترات صعبة على النجم، فترات مد وجزر. ترجع النجم الرياضي الساحلي اقترب الإلا زوز ثم عاد الإلا أربعة، أكيد أنه يلزمه يستفيق في هذه الأونة على الأقل حفاظ على حدوده في من أجل التنافس على لقب الأمير. استقبال سيء لنا من مروان الشوي، ترجع الكرة إمكانية تعميق الفارق، هذا مهدي بن الشيخ وهشام الكعبي داخل الميدان، نقطة ترجية النقطة رقم 12. هل سيطلب هاري بروكينج وقت مستقطع؟ نعم يطلب وقت مستقطع هاري بروكينج، مع خمسة نقاط فارق أسبقية للترجي، مع الفرصة الأخيرة للنجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط، باعتباره أنه ترجي متقدم بزوز أشواط والكرة الطائرة، اللي يفوز بثلاث أشواط يعني هو الفايز بالمباراة، هذه مباراة نهائي وهذه مباراة الأميرة، الترجي متقدم زوز أشواط ومتقدم خمسة نقاط في هذا الشوط الثالث، يعني بطبيعة الحال الفرصة الأخيرة للنجم الرياضي الساحلي، وعادي جدا ومنطقي وأنه هاري بروكينج يطلب وقت مستقطع مع أخطاء متتالية من جانب النجم الرياضي الساحلي، وقت مستقطع الصعدي اللي قاعد يعيش فيه الترجي الرياضي التونسي. ومروان الفهري موجود لرفع معنويات الزملاء، الزملاء الترجيين بعد إصابته على مستوى الإصبع في اليد اليسرى، إصابة مروان الفهري ركيزة من ركائز الترجي الرياضي التونسي، يتواصل الإرسال مع اسكندر بنتارة، مروان الشتيوي كالعادة في الاستقبال ونقى هذه المرة دون أن ينزل أو يلمس خط 3 أمتار، ينجح في تحويل العملية الهجومية لنقطة ساحلية للنجم الساحلي، النقطة الثامنة، أربع نقاط فارق. مروان الشتوي ارسال داخل الميدان، نقطة مباشرة، ارسال مباشر لهذا اللاعب، غالط به خط الخلفي للترجي الرياضي التونسي، 12-9، ثلاثة نقاط فارق، وقت مستقطع في محله إلى حد الآن، ثلاثة نقاط فارق والأسبقية لا زالت للترجي، هذا مروان الشتوي يستعد للتنويع في الإرسالات، إرسال موجه لياس قراموسلي، مهدي بن الشيخ، إلى هشام الكعبي، إلى نقطة للترجي، النقطة رقم 13-9، أربع نقاط فارق. أربع نقاط فارق إلى حد الآن، رويدا نقترب نحو نهاية الشوط، ما زلنا في منتصف هذا الشوط الثالث وكل شيء ممكن. مهدي بن الشيخ يلقى صعوبة الاستقبال، قلت فما صعوبة كبيرة على مستوى استقبال النجم الرياضي الساحلي، مهدي بن الشيخ إلى شكري الجويني بدوره مروان الشتوي ينقذ الموقف، وحمزة نجا يلقى أمامه جدار الصد اللي يلمس الشبكة، حسب رأي هاني الكوكي نقطة تحتسب للنجم الرياضي الساحلي، الحكم الثاني هاني الكوكي يقول هناك لمس شبكة من بلال بن حسين أو شكر الجويني. على كل هذه الصورة ولكم الحكم، محمد عياش مع ثلاثة نقاط فارق للترجي، إرسال للنجم مهدي بن الشيخ والياس قراموسلي، تصطدم بحمزة نكا ومباشرة خارج الميدان ليعود الفارق إلى زائد أربع نقاط للترجي التونسي. إذن الإرسال يعود لفريق الترجي الرياضي التونسي مع اللعب والضرب لياس قراموسلي، رسيل يستقبله الشتيوي حمزة نجا، حمزة نجا أفضل ضارب حاليا في فريق النجم الرياضي الساحلي من مركز 2 مركز 4 ومركز 6، يتمكن من تسجيل النقطة 11، وهيكل الجربي في الرسيل وخطأ على مستوى الاستقبال، رفع كرة من الياس القراموسلي، بن شعبان صارم في مثل هذه الكرات، بطبيعة الحال البحري بن مسعود كان ارتكب نفس الخطأ في الشوط الثاني. الهجوم للترجي الرياضي التونسي عن طريق شكري الجويني المدرب فؤاد كمون، نلقى الحل الأمثل لتعويض مروان الفاري في شكري الجويني، ربما اللاعب الروسي الكسندر اللي دخل
في نهائي البطوله لتعويض مروان، لم يؤدي المردود المطلوب من انتي ديبو وما لقاش الترجي الرياضي التونسي، وشكل ثغره كبيره في الاستقبال. وشكري الجويني، شكري الجويني، كره خارج الميدان، كره ممتازه، هجوم ممتاز، ثم ارتقاء، ثم لمس عالي للكره، ولكن الكره خارج الميدان، القرار طيب. على كل النقطه 13 تذليل الفرق الى نقطتين، كيف ستكون ارسالات حمزه نك؟ رسال قوي من حمزه نكا، وكره في الشباك ما تمرش، عدم نجاعه النجم الرياضي الساحلي في الارسالات في هذه المباراه، واضح وجلي واكيد. لا مروان القاسي ولا حمزه نكا ولا محمد بن علي قدموا على الاقل نسبه 50% من نجاعتهم على مستوى الارسال، وهذا ما سهل ماموريه الاستقبال بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا مهدي بالشيخ ما تعبش على مستوى التوزيع، جميع الكرات واصله لل 3 متر، او الكره الاولى واصلت 3 امتار، وهو ما خلاه ينوع في اللعب. شفنا الهجومات من مركز 3 عن طريق بليل بن حسين واسكندر بنتاره، شفنا من مركز 2 في اللحظات الاخيره هشام الكعبي، مركز 4 ايضا شكري جويني وياسر قارة ومصري كانوا فاعلين. شفنا عمليه بايب بطبيعه الحال، الكره الاولى هي المفتاح، هي السر، هي النجاح بالنسبه لاي فريق. النجم الرياضي الساحلي ما لقاش الاليه هذه في هذا النهائي، ولكن في مقابل الترجي الرياضي التونسي يستفيد من قوه صدام الهميسي كحد ابرز اللاعبين الحر على امتداد منافسات بطولات العالم في الشبان الصغر واواسط، وايضا حرفيه شكري جويني في هذه النقطه. ارسال مع هشام الكعبي، صعب الارسال، الشتيوي يضرب بقوه لياسر قراموسلي، والكعبي ممتاز، والكعبي ممتاز، ومحاوله هيكل الجربي لم تنفع في هذه اللحظه، والنقطه 17 للترجي الرياضي التونسي. الترجي يعيد الفارق 4 نقاط، اسكندر الترجي نعم اكثر ثبات ذهنيا على الاقل، اكثر واقعيه لحد الان. قلت الارقام الى الكل، مش نحن اللي نقولوا، رفيق زوز اشواط ثم فارق 4 نقاط، هذا هشام الكعبي والفارق 5 نقاط الان 18-13 رغم محاوله احمد القاضي ومروان الشتوي على مستوى جدار الصد. هشام الكعبي يسجل النقطه رقم 18، 5 نقاط فارق، هذه الاعاده. شوفوا الكعبي رغم محاوله الشتوي واحمد القاضي تصطدم بالجدار وتمر خارج الميدان. هذا هاري بروكينج، هاري بروكينج يطلب وقت مستقطع، ومروان الحال 18-13 5 نقاط فارق، النجم لازم يلقى الحلول اذا كان يحب ياجل هذا اللقاء الى شوط اخر. الترجي لازم يستغل الثغرات والاخطاء للوصول الى الاميره مع هذا الشوط، كل واحد عنده هدف نتاعو، كل واحد بطبيعه الحال يلعب من اجل التتويج، من اجل اللقب. إذا كان النجم بطبيعة الحال من أجل الثنائية، وترجي من أجل قسمة خيان محليا بطبيعة الحال، هذا هذه عناوين أو عناوين نعم الزوز فرق، كل ما ترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هشام الكعبي يعود بإرسال إلى مروان الشتوي، التوزيع من الجربي وممتاز أحمد القاضي، كرة قوية داخل الميدان، النقطة 14 للنجم الساحلي، تناسق واضح بين الجربي وبين القاضي، مش بعاد على بعضهم على كل، مش بعاد الهوارية وقليبيا، نصر الهوارية والنادي الأولمبي القليبي، في موزع وهداف. هذا أحمد القاضي في تنفيذ الإرسال. ارسال الى شكري جويني، مهدي بن الشيخ في التوزيع، والجويني كالعاده يلقى امامه حمزه نجا للاجابه، يقول لا نجا، اللوب من بن علي ثم او من شتوي، نعم مهدي بن الشيخ يوزع وسهل الكره من ياسر قراموسلي، الصعود من شتوي ممتازه، قويه جدا من شتوي، قويه وممتازه، النقطه 15 من مروان شتوي، رغم انه الكره خذوات بين الجانبين في العمليه الاخيره، في العمليه الاخيره. احمد القاضي يعود مره اخرى لتنفيذ ارسال ثاني لهذا اللعب على التوالي. احمد القاضي ارسال موجه على شكري جويني دائما، مهدي بن الشيخ مره هذه غير الى هشام الكعبي، احمد القاضي موجود في كل مكان، مروان القارسي يسدد، ولكن النجاعه تنقص في هذه المحاوله على هشام الكعبي على مستوى الاستقبال بطبيعه الحال، بعد ان كانت تسديده قويه وقت مستقطع اللاعب مروان القارسي، وقت مستقطع يطلب السيد فؤاد كمون، مع على الرغم من انه الناس بقيه لازالت الترجي
زوز نقاط فارق 18-16 فترة حساسة تنقيط حساس 18-16 لا يعني شيء بالعكس يعني الإثارة والتشويق في هذا النهائي في شوطه الثالث إلى حد الآن رفيق فترة تتطلب قوة ذهنية قوة ذهنية كبيرة الترجي الرياضي التونسي ماخو فارق 4 نقاط أو 5 نقاط يقترب من النقطة 20 يلقى روحه على بعد 7 نقاط من الفوز بالكأس بعض التراخي على مستوى الأداء في جميع الآليات وبالنسبة للنجم الرياضي الساحلي مازال ما استسلمش نعرفوا النجم الرياضي الساحلي نعرفوا الجرينتا اللي عند لاعبيه نعرفوا الروح والعطاء اللي يميز هذا الفريق وهذا اللي خلاه يفوز بالبطولة الوطنية وعلى ذاك المدرب فؤاد كمون اختار انه ياخذ وقت مستقطع وهذا رسال وخطأ تقديري من شكري جويني في رفع الكرة في رفع ارسال القاضي والمباراة تشتعل هنا من جديد في القصر قصر القبة قصر الرياضة بالمنزة والقبة كما هو متعارف عليه وارسال صعب على الياس وممتازة من شكري جويني ينقذ الموقف ممتازة من شكري جويني يخرج من وضعية صعبة ويخرج فريقه من وضعية صعبة ترجع الترجي الرياضي التونسي على بعد 2 نقاط واكيد انه النقاط الاخيرة باش تكون ذات رهان كبير وذات حوار فيه برشا تشويق وإثارة نعم. ترجع الكرة بطبيعة الحال الشماريخ مش في وقتها ومش في محلها خلينا مع المباراة انه تكون شماريخ في وسط القاعة صعبة وصعبة جدا نواصلوا مع توزيع لمهدي للشيخ هشام الكعبي على حمزة نجا يتواصل اللعب هيكل الجربي على مروان شتاوي الى هشام الكعبي الى مهدي من الشيخ الى الكعبي قوية خارج الميدان نقطة للنجم الساحلي النقطة رقم 18 19 مقابل 18 اسبقية ترجية وارسال للنجم الساحلي حدود هذه اللحظة صعيبة نهاية المباراة سكندر نعم اذا صعيبة برشا بطبيعة على زوز فرق واضح جدا ولكن نعاود نذكر ليلي رمي الشماريخ في قاعة هو مرفوض في الملاعب الرياضية المكشوفة فما بالك قاعة مغطاة مروان الكرسي يلقى امامه اسكندر بنطارة كانت نقطة التعادل للنجم الرياضي الساحلي نعم السد الثلاثي حولها الفرق زوز نقاط للترجي الرياضي التونسي امامنا الإعادة 20 للترجي الرياضي التونسي 18 للنجم الساحلي النجم الرياضي الساحلي وبطبيعة الحال مروان الفهري بخبرته يدخل للميدان مكان اسكندر بنتارا للقيام بعملية الارسال وشفنا في البطولة تمكن من تسجيل 3 ارسالات مباشرة وزقرني في الاستقبال اشتيوي من مركز 4 ممتاز اشتيوي على مهدي بالشيخ وعلى بلال بن حسين ويرجع الفارق الا نقطه عوده صدام الهميسي والاستقبال الثلاثي عن طريق الياس القرموصلي شكري جويني صدام الهميسي وضعيه بزوز مهاجمين لفريق الترجي الرياضي التونسي الياس القرموصلي وكره ثانيه كره صعبه حمزه نجا يضرب قوه والكعبي في المتابعه الياس القرموصلي والصد والتعديل الصد والتعديل في قصر رياضة بالمنزة الشوط الثالث 20-20 نهاية شكوكية لهذا الدور النهائي الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي الأوراق من جديد بطبيعة الحال بعد نقطة تعادل من جانب النجم الرياضي الساحلي 20-20 مروان شتوي إلى حمزة نجا ترجع الكرة إمكانية تأخذ الفرق من جانب النجم ما زالت الكرة ترجية التوزيع إلى الياس قرموصلي ومروان شتوي ما خرجش على الكرة هذه كانت فرصة متاحة للنجم من أجل أخذ الأسبقية وتسجيل نقطة رقم 21 ولكن إصرار الترجي خلاه يبقي على الأسبقية 21-20 يعود الإرسال من جانب مهدي بن الشيخ في فترة حساسة فترة حرجة نوعا ما مع شوط ثالث في هذا النهائي مروان شتاوي الى محمد عياش والكره خارج الميدان يعود الفارق الى مستوى زائد 2 للترجي 22-20 اخطاء مش في وقتها للنجم بطبيعه الحال في مقابل نجعه من جانب الترجي مهدي بن الشيخ في الارسال من اجل تعميق الفارق من اجل الاطمئنان حمزه نكا يقول لا ليس الان الاطمئنان الان وقت تقليص الفارق هي النقطه 21 للنجم ما زال الحوار مشوق بين الندين الترجي والنجم هذه عمليه الكره الاخيره اعاده الكره الاخيره ومحمد عياش كالعاده في تنفيذ الارسال هو موجه على شكر جويني مهدي بن الشيخ الى الياس قرموصلي قويه ترجع من الجارسي ما زالت الكره من الجربي ما زالت قانونيه لا غير قانونيه الكره اوت
الكرة أوت واحتجاج من هاري بروكينج. هيكل الجربي أيضا غير راضي عن هذا القرار، وخالد بن شعبان يطلب هيكل الجربي والاحتجاج. قلت في نقطة هاي الإعادة، هاي الإعادة لهنا ترجع الكرة، هل إنه المسألة قانونية ولا لا؟ هيكل الجربي يرجع الكرة، هل هناك لمس شبكة؟ على كل التحكيم أدرى بصراحة، ما نحبش نعطي رأي لهنا لأنه الحكم أدرى في هذه المسائل رفيق. بطبيعة الحال قرار الأول والأخير يرجع له، لكن بطبيعة الحال لمس الشبكة يكون على حسب القوانين الجديدة لل قولوا لي زملاء هناك لمس شبكة بلد هاي العادة رفيق، على حسب اللمس، اللمس يكون من فوق الشبكة مش من أسفل. وبطبيعة الحال القوانين القديمة للاتحاد الدولي كانت تقرب لمس الشبكة يعتبر كامل الشبكة، ولكن حاليا أصبح خطأ اللمس من فوق فقط. زوز نقاط فرق، نعم واضح التحليل رفيق، زوز نقاط فرق 23-21 لياس قرموسلي. هاي الإعادة، هاي الإعادة، هذا لهنا، لهنا الحكم مازال ما صفرش، يعني إذا كان فما خطأ فإنه لهنا، لهنا ما شفناش خطأ. قاعد متردد الحكم ما اختارش. نعم. نعم في مروره أسفل الشبكة فما لمس شبكة، ولكن القانون يسمح يسمح بلمس شبكة أسفلها، ولكن المشكل فوق الشبكة. النقطة 24، خلينا مع المباراة، 24 للترجي 21 للنجم. كرة المباراة، كرة الأميرة، كرة التتويج، هل ستأتي بين يد أو أيدي الياس قرموسلي أم للنجم الرياضي الساحلي؟ رأي مخالف. على كل هي كرة المباراة للترجي، الياس قرموسلي يستعد يقفز ويسدد، والكرة داخل الميدان، والنقطة 25 والتتويج للترجي بالكاس. النقطة 25-21 الترجي يفوز، النجم يفوز بالبطولة والترجي يفوز بالكاس. إذن ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي بهذا التتويج الثالث في هذا الموسم، 3-0 مباراة ما كانتش في مستوى الدور النهائي، ما كانتش في قيمة الحدث ما بين زوج فريقين باعتبار أن الترجي كان أفضل على جل الوجهات مقارنة بلقاءات البطولة اللي كان التشويق فيها أكثر من ممتاز والتشويق كان أكثر من طيب. أكيد الترجي الرياضي التونسي فاز باللقب الثالث، وهكا خرجوا زوج فرق قسمة خيان ما بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي بطل الموسم، النجم الرياضي الساحلي والفائز بالاميره الترجي الرياضي التونسي. لا بطبيعه الحال لا مش وقت مشاكل، مش وقت مشاكل هنا بالقاعة المغطاة بالمزهر بصراحة. خلينا نفرحوا الفريق التونسي ومنافسة ناسيها بين زوز فرق تونسية. خلينا نقولوا يزينا بربي مش معقول ومش مقبول، فكفانا من هذه المواجهات وهذه التشنجات، تشنجات الأعصاب. هي مباراة رياضية لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. قلنا قسمة خيال، قلنا قسمة خيال بين زوج فرق تونسية، النجم يفوز بالبطولة، الترجي يفوز بالكأس. لا للاستفزازات ولا لتشنج الأعصاب، بالعكس لهنا من أجل الفرحة ورفيقة. كنت أفضل على جميع الوجهات من فريق النجم الرياضي الساحلي، ارتكب عديد الاخطاء، كنتوا مركزين ذهنين، تجاوزتوا الاخطاء تاع نصف نهائي البطوله. بون بالنسبه لنا احنا راهو مقابله النهائي راهي كانت مقابله سيفري، النجم الساحلي يستحق الربح نتاعو، ما احنا راهو نعرفوا فما رولاجمون ابري روريتي من اللي صار توتولون شامبيونا. الحمد لله اليوم ورينا اللي ترجي فريق قوي، فريق افضل فريق في قليبيا. نتمنى لان النجم الساحلي الشيء اللي يعمل فيه ما عادش يعاود ان شاء الله. سي فؤاد، التتويج الجديد في مسيره هذا الموسم، اللقب الثالث، ومشاركه على ابواب في بطوله العالم يوم 500. احنا من بدايه الموسم كنا متصدرين، وكان الفريق الاكثر استقرارا هو الترجي. فزنا بالبطوله العربيه والافريقيه، وبعد تراجع مستوانا، وهذا طبيعي شويه باعتبار انه الرزنامة فيها في شهرين ونصف فيها أربع ألقاب، صار تراجع كلفنا خسارة البطولة. اليوم رجعنا بمستوانا الحقيقي، والحقيقة تتقال النجم ما كانش اليوم في يومه بالمرة، سهل علينا المباراة، لكن الحمد لله على الأقل كما قلت نمشيو للبرازيل نمشيو فايزين بكاس أحسن من اللي نمشيو 16 ساعة صفر وإحنا خاسرين. نعم عودة لإسكندر، شكرا لك رفيق، نفسح المجال إلى نشرة الأخبار وإلى اللقاء. يوم العالم 19 تاريخ يوم كيكو، قاومنا الاستعمار دفعنا عليكو.
هذا